شكرا، ألف شكر يا لميا. طبعا التغيير السلوكي إن أنا أحط الطفل في الموقف فهو يتعلم إنه يبقى اجتماعي، دي طرق من طرق العلاج، بس لازم تبقى جزء من الخطة. يعني أنا لو عارف طفل بيتكسف، طفل عنده social anxiety وبيخاف، لازم أغير له الأفكار، الخوف اللي عنده دي، وهل هو دايما بيفكر عن نفسه بطريقة سلبية، هل هو بيتوقع تفكير كارثي دايما، هل هو بيفكر في الدنيا بطريقة أبيض وأسود. يعني أشوف الأفكار الغلط اللي موجودة إيه وأحاول أصلحها، في نفس الوقت برضو أعرضه لمكان فيه ناس، لأن ده جزء السلوكي في الموضوع. لازم برضو أعلمه إن هو إزاي يتعامل مع مشاعره، اللي هي مشاعر الخوف اللي بيجيله لما يكون موجود حوالين الناس. إذا عشان نقصر الطرق، يعني لو الطفل كده عنده في سن 14 16 سنة وعنده خوف كتير قوي من المجتمع، انا شايف العلاج المعرفي السلوكي يعمله مع حد متخصص في الموضوع ده هيحل مشاكل كتيرة جدا في